ما نوع هذا اللقاح؟ هل هو شركات متعددة ولا نوع معين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اللقاح حسب ما علمنا أنه من مجموعة شركات في فايزر، في أسترازينيكا، في جونسون جونسون. افتتح المركز الوطني منظومة التسجيل في اللقاح للمواطنين، لكن بدون تحديد موعد لأول شحنة يمكن توصل. حتى هذه اللحظة ما سمعناش اتصال من الوزارة أو من الجهات المسؤولة أن فيه موعد لأول شحنة يمكن ما توصل. يعني لم يحدد موعد إلى الآن؟ لم يحدد موعد حتى الآن. طيب، بما علمتوه بأن الشحنات لن تكون من مصدر واحد، يعني ممكن نعرف منك حتى عدد الشركات أو أسماء الأنواع اللي هتصل إلى ليبيا؟ هو على حد علمي أسترازينيكا وفايزر وجونسون أند جونسون، ثلاث شركات حسب اللي وصلتني، يعني شركات عالمية. تمام. طيب، إذا لم يحدد موعد بعد على وصول هذا اللقاح، لماذا بدأت المنظومة تسجيل الناس في اللقاح على أمل أنها يصل قريبا؟ هم على أساس أنهم تكلموا أن نهاية مع نهاية الشهر الحالي شهر 3، لكن بالتحديد موعد محدد لوصول أول شحنة لم يحدد هذه الفترة. المركز الوطني هو بالتأكيد راح يثير منظومته ويسجل مواطنيهم. ويحصل الناس اللي محتاجة تطعيم، هذا إجراء روتيني وعادي يقوم به المركز الوطني. لما توصل الشحنات تكون المنظومة جاهزة والناس اللي مستهدفة بالتطعيم جاهزة، يعني تبدأ في قاعدة بيانات واضحة، وهذا اللي مسؤول عليه الوطن المركز الوطني. نعم. دكتور، هل اللقاح هيكون إلزامي أم اختياري؟ إلزامي ما أعتقدش أنه إلزامي، النهاية اختياري. ما فيش حاجة راح تلزم بها المواطن أنك تاخذ تلقيح ملزم أنك تاخذه. كله هو اختيار يعني، والمنظومة مفتوحة والتسجيل مفتوح لجميع المواطنين اللي حاب انه هو ياخذ التطعيم. نعم. طيب، هل بإمكان الدولة كذلك الحفاظ على اللقاح اليوم في ليبيا بعد وصول الجرعات؟ كيف ممكن تحافظ عليه؟ طبعا نعرف مسألة درجة تحت الصفر وكل هذا، هل تم ترتيب؟ عملية معقدة جدا، الحفظ والنقل وتوزيع هي عملية معقدة، وأعتقد أنها مختصر جهاز الإمداد الطبي أنهم يوفروا مسألة الحفظ والنقل. صعبة شوية، ما نعرفش الترتيبات اللي هم دايرينها بشكل دقيق، لكن أكيد راح تكون في ترتيبات للحفظ والنقل يعني. طيب، خلينا نحكي معك دكتور عبد الحميد عن الوضع في سبها الآن. تقريبا الأعداد كيف، أين وصلت في سبها، وبالنسبة إلى التزام المواطنين أو لا، بالنسبة أيضا للسلالة الجديدة، هل ممكن تضعنا في صورة الوضع هناك؟ هو من حوالي شهر لاحظنا فيه ارتفاع في الإصابات بين الأطفال، حتى في احد الايام وصل عند الرقم 16 طفل او 17 طفل من حوالي شهر. نعم. والان احنا في ذروه الموجه الثانيه. والفيروس ينتشر بشكل كبير. اعتقد انه تفشي، يعني تفشي مجتمعي. عدد الوفيات ازدياد، وكذلك عدد الاصابات. هو مراكز العزل اعتقد انها ممتلئه، يعني لان مركز او اثنين في مدينه سبحه كامل المنطقه الجنوبيه ممتلئه بالكامل، يعني مع بعض الصعوبات اللي موجوده لوجستيه وفنيه في السجين وفي العناصر الطبيه. لكن الوضع في دروته، وتفشي المرض في دروته في مدينه سبحه.